السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع جميل. كل اللي انت تعمله ان انت هتكتب اي حاجة انت عايزها وحول التكست دي ل 3D. خلينا مثلا نقول له كاتس، تمام، واقول له سبميت، طلع لك هو الشكل دوت، هو 3D بالشكل دوت، قطة مثلا بالشكل ده. طيب خلينا مثلا نقول له هاوس، هو بيحولها لبوينت كلاود من خلال حاجة اسمها بوينت اي. طيب تعال نفتح كده بوينت اي، تمام، عمل لك البيت هو 3D، تمام. الحاجة اللي انت بتقوله عليها بيبدأ يرسمها لك 3D بالشكل ده. والجميل ان ده اوبن سورس، يعني تقدر ان انت تحمل ملفه وان انت تكمل برمجة فيه وتعمل حاجة متطورة جدا، تمام. طيب على فكرة جوجل معديه الحاجات دي، يعني متفتكروش ايه جوجل بخايفه المنافسه او شات GPT بيأثر عليها والحاجات دي كلها. لا، جوجل ابحاث كتيره جدا قريتها عندها تقنيات اعلى من كده بكتير، لكن هي مش مطلعاها دلوقتي، تمام. يعني هم عندهم حاجه اسمها دريم فيوجن تكست تو 3D، مجرد تكتب حاجه يعمل لك الصور دي كلها 3D، ومجرد بس ان هو كتب الكلمه دي انت تكتب مثلا عايز تايجر دريس از ا دكتور، يروح من لوك 3D وتلف حوالين الشكل، تمام. هل جوجل هتفضل ما تطلعش الحاجات اللي عندها؟ اتوقع لا، لان هي عندها كل حاجه من اللي احنا بنتكلم فيها. بنلاقي الابحاث بتقول ان جوجل سبقاهم، وابحاث موثقه والناس من جوه جوجل ومن بره جوجل عامله الابحاث ديت، هي مش مطلقه العنان، لكن هي لو حابوا في اي لحظه هينزلوا بالتقيل بتاعهم، تمام. طيب خلينا نقول له مثلا حاجة تانية، نعمل بوينت كلاود مثلا لإيه، مثلا خلينا نقول له مثلا تي في مثلا، هو يبدأ يعمل لك بوينت كلاود للشكل دوت، شايف اهو التلفزيون اتعمل اهو. طيب خلينا نقول له مثلا عايزين ديناصور، بيعملك 3D بتلف حوالين الشكل بوينت كلاود اهو، عامله بالشكل دوت، تمام. الجميل ان انت لو تقول سبميت هيعمل لك واحد جديد، يعني هو مش حافظ الحاجات دي عنده، لا عنده قدرات ان هو يعمل لك حاجات تانية مختلفة.